لما يزيد عندك الإيمان يزيد التعاون والإحسان. رزق إنسان الآن. يقدم لكم هذا البرنامج برعاية رامي. مقدرش نزيد خطوة ونمشي، الهم اللي رافض ومتقني نساني حتى في كرشي، مكلة عذاب وراها تشبعني. وش ندير قلت الشي ترشي، منين نجي شكون يعطيني؟ الوقت صعب وزمن ما يرحمش، شكون يعدل حالي ويعاوني؟ نعيش بحرام ما نقدر نديرها، نعيش ظوالي ما نوسخ روحي بيها، ما عايش راني قابل بحالتي، نعيش مقبول ونكمل حياتي. يديلي المدها ونطلب بيها، نرفدها لربي وندعي بيها، هو اللي يرزقني ويفرج خبيتي، هو اللي يعطيني على حساب نيتي. كاين ناس قلوبهم محنينة، كانت أمهم تجمعهم في طاولة واحدة في بيت واحد، كانت تنثر من حولهما الحب والود وحنان الأسرة. غادرتهم منذ أيام أم عبد القادر، تاركة وراء عبد القادر مسؤولية الاعتناء بأخيه المريض. عبد القادر واحد من بين آلاف الجزائريين الذين لا يملكون دخلا مستقرا. خوشك عبد القادر؟ لا بأس حبيبي. الحمد لله صحة. لا بأس. لا بأس حبيبي. الحمد لله رب العالمين. سنة نتنفس شوية. سنة نتنفس وانا جيت طريق برك الله. وين خليتك الروتي ما درت؟ لا لا وصلنا واحد فاصبر، انا دايرين على واحد الطفلة مريضة باطنة. يجمعوا لها مسكين مساكن هذا. انا جاي وشي بقيت حاجة. لا 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 من تحت يدوروا، احنا واحد ثلاثة ولا كل واحد بنطلع في جهة. رانا نشوفوا الطفلة دي مسكينة باش ن... ايه المسكينة هذه باش ن... نجمعوا لها تبرعات مسكينة برسكو هي مريضة مسكينة. ربي يشفيها شاف. اللهم امين اللهم امين. الوالدة الله يرحمها ربي يعطيكم الصبر ان شاء الله. لاباس انتوما؟ لاباس. هذه الدار اللي احنا انتهى، هذه دارك؟ كان شكون هذا؟ اي معليش معليش تلقى قدر. قدر تاع الترام ما جيت. ايه. سكري. قراوش انتم مازال؟ هذه يقراوها الزوج هذوك. ايوه. السنة الثانية هذه السنة، هذه السنة الرابعة. إن شاء الله ربي يقدرك إن شاء الله. وكيفاش راك دير الدراري هذوك؟ كيفاش يقراو؟ كيفاش هي؟ كانت نخدم هاك وهاك، نخدم هاك وهاك. كانت العجوزة. إيه. عاوني شوية ومن بعد خلاص. أصلا كانت تبتع لعجوزك وتعاون روحك؟ إيه كنت نخدم وتعاوني شوية، عندها واحد نصيب تاع الدراري تاعي. ودوكا؟ آه دروك ما كان والو. لا خدمة نحوس الخدمة نخدم هاك وهاك، ما كاش اللي ما تراني كاع. بس كل الناس دراجة كل يوم كتشوف واحد أكثر منك تزيد تسمح لا لا نزيد نعاون، وكان عندي الخير أنا كمان عندي نعاون ولا ما نعاون. شد عيلة بلك ربي يشافيها إن شاء الله، لأن الدعاء هو ال إن شاء الله. إن شاء الله بربي إن شاء الله يشافيها إن شاء الله. أنت وحدك أنت ولا عندك خوتك؟ عندي واحد معي. أي ربي يشافيها. وش بي هذا؟ العقلية بصح برا لا بأس. أخوك هذا وساكن معاك ولا؟ هو ساكن هنا. وش كل اللي راه قايم به؟ كان عنده واحد هذيك يقولوا لها تاع عنده هذيك تاع الإعاقة. إيه. المعوقين ذهنيين.
علاش ما ديرش شي مشروع لهنا باسكو نتوما راه مشروع عندك شي مشروع حاجه منطقه شويه تاع الفلاحه تقدروا ديروا حاجه الفلاحه لو كان لو كان تاع هذه السمادات هكذا ميله هكا خلاص عبد القادر احنا انا كنت فايت في الطريق مي بعثونا ناس خير باش نكثر ربي خيرهم اللهم امين يا رب اخويا كثر خير دارك الداخل باش يرموها لك على بالنا دارك ماهيش مرمى ماهيش مرمى على بالي راح يجيو يرموها لك ان شاء الله اخويا اخويا خليك واحد ورقه هما يجوك والله ما هي مرمى كنت دخلك تشوفها لا لا على بالي على بالي على بالي دارك يا كنت ملبسها هكذاك بالسماء انت ما قدرتش ديرها ما قدرتش نديرها ما ملفوق عندي الميديتي لو كان سي ملفوق كاش واحد يكون عنده كارلاج قديم ولا خاطر ندير الكارلاج قديم ولا الميديتي ما يدخل خلاص مالا انت خلي هذه الورقه تاعك يجوكم بعد الناس الخير اللي جابونا لعندك جوك شويه هكذا يجوك يرموها لك يجي يرموا لك دار الحمول ديالك اخويا راك يجي يرموها لك باش تريحوا في بلاصه لو كان لو كان يديروا لي شويه كراج من فوق ما يدخليش الميديت يدي لك دار واش كاين يرموها لك كراج صبيغه اخويا يرحم والديك ندعي الناس الخير اللي بعثونا يرحم والديهم اخويا ربي يشدهم يصحتهم خلاص انا خليت مال عبد الله مادام راك تخمم في خوك هذا واحد النصيب خليه لعبد الله هذا خليه يرحم والديك اما انا بصح خليه عند عبد الله خلاص كاين ناس قلوبهم محنينه تهلا فيها باسكو خلات لك يماك امانه بس انا كي كانت تيما مريضه كي كانت تيما هو كان يبات هو كان يرقد معاها قلت له كاش ما يكون ولا قلت له هاي كلاس نتسونيل معليش معليش ربي يعني أمانة أخوك عبد الله عبد الله أمانة نوصلها له الأمانة وتقوم به ثاني نقوم به إن شاء الله بإذن الله مش ما حبيت توصي إحنا رايحين توصي يا وصي كاش خدمة ولا كاش خدمة حبيت كاش ما خدمة إيه كاش خدمة تبان ديروا لي خدمة كاش خدمة ولا تبان خلاص أخويا شوف إحنا قبل نروح ما نخلو لك حاجة لا لا أعطيك ميميرو التليفون كاش لا 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 لا, لا, لا. خلاص انت مش خدمه تكون مليحه نرد بها نرد الدراري يعني الملائكه يعني. خممنا لك في مشروع والناس اللي وصلونا عليك وقالوا لنا واش يصلح البلاصه هذه واحد دوك يجوا لعندك يجي يرقبوا لك واحد براكه كبيره ويربيو فيها الجاج والسمان وربوا فيها الدخل سمانتا هذه فكرة مشروع مؤسسة صغيرة انت اللي تعود تخدم تعود بيع البيت تاعه وتعود بيع توقف عليه خلاص هي فيها شوف راح يديروا لك فيه الدجاج خلاص بصح في الدجاج احنا واش درنا ثانيك عبد الله نعرفوه باللي مريض مسكين مريض مريض هو انا درت لك المشروع كامل ليك انت ومقسوم عندك خوه خوك عنده نصيب منه خلاص ما كاينش شوف عندك هنا الدجاج درنا لك 65 دجاجه ايوه هو عطينا 35 والسمان درنا لك 250 ايوه وراح يعطوا لك يجيو يركبوا لك دوكا البراكه تاعو ويجيبوا لك هادو كاع يجيبوهم لك بين اليوم وغدو يعودوا عندك ان شاء الله صح انت ثاني تهلا في عبد القادر في عبد الله هو خويا هو كيف هو خلته عندي يما راه عندي خلته عندي يما امانه امانه ايه ان شاء الله ربي يعطيك بيت قلبك ان شاء الله يا خويا يرحم والديكم خويا ربي يشدك في صحتك اللهم امين ادعي الناس اللي دارت الخير هذو يا ربي يشد في صحتهم ان شاء الله خويا يرحم والديهم ان شاء الله ودي يقولوا رحم والدي سمران يخلص لك ان شاء الله باذن الله يرحم والديهم ربي يشدهم في صحتهم خلاص انا دوك انا دوك يجيبوا لك البراكه دوك انا نستنى فيها معاك انا لو كان انا لو كان انا لو كان عندي ربي عطالي خير قدر معاك ان شاء الله بالك بهذا المشروع تعود انت دير الخير خلي نصيب صغير هذاك شويه منه الفقراء والمساكن خلاص خلاص قلت لي واحد معايا عبد الله او عبد الله ديجا عبد الله وعنده فيه نصيب المشروع الناس اللي راهم واقفين على المشروع دوك يجي يفهمك يوريك تاع عبد الله تقعد لعبد الله يا خويا يرحم والديك وتعبد القادر تقعد لعبد القادر يا خويا يرحم والديك هاليك البراكة تاعك هذا اللي جابها لي طير حلو لي دوكا قاري عندك انا انا نسلم عليك ونخليك هاي نسلم عليك خويا يرحم والديك ان شاء الله يجازيك ان شاء الله اللهم امين خويا ربي يجازيك مم.
ما قدرش نزيد خطوة ونمشي، الهم اللي رافض ومتقني نساني حتى في كرشي، مكلت عذاب وراها تشبعني. وش ندير قلت الشي ترشي، منين نجي شكون يعطيني؟ الوقت صعب وزمن ما يرحمشي، شكون يعذر حالي ويعاوني؟ نعيش بالحرام ما نقدر نديرها، نعيش زوالي من وسخ روحي بيها، ما عليش راني قابل بحالتي، نعيش مقبول ونكمل حياتي. نسافر من مكان لآخر لنلتقي عبادا أثقلتهم هموم الحياة، أملنا أن نحدث تغييرا بسيطا، انطلاقة جديدة في حياتهم أسعدهم وأسعد معهم. لا يمكن أن نصل إلى كل محتاج، لكن سنكون ملهمين لكل شخص. دايرهم سبافي دي الحياة في طريق دا يلاقيهم بينا باهي يديروا الخير فينا، وتكون لهم في ميزان الحسنات.